Okay. اليوم محاضرتنا The Components of Motion Equation، مركبات معادلة الحركة. كل اللي سويناه خلال الكورس الأول والمحاضرتين الأولى من الكورس الثاني إنه حاولنا نشتق القوى المؤثرة على حركة الغلاف الجوي. فمثلا اشتقينا قوة انحدار الضغط الأفقي والرأسي، كذلك قوة اللزوجة أو بما تسمى بمعادلة أو قوة الاحتكاك، وكذلك قوة كوريوليس بالمحاضرة السابقة، وقوة طاردة المركزية. طلاب انتم من يمكم اغلق الصوت مالتكم، واللي يريد يتداخل يقدر بعدين، هو عادي، انا ما اريد اغلق الصوت مالتكم على مود لا تاثر. اللي يحب مثلا يقاطعني ويوجه السؤال اعتيادي. طبعا قبل لا افوت بالمحاضره، انتم عرفتوا طلاب انه الامتحانات راح تكون كلها الكترونيه الامتحانات القادمه، بس لحد الان ما متفق يعني 100% اي تطبيق هو اللي راح يستخدم في الامتحان. احنا بالنسبه لنا يعني داينامكس الغلاف الجوي تعرفون اغلبه اشتقاقات، احنا ما راح نقدر نجيب اشتقاقات لكم، ولكن ممكن من خلال الاشتقاقات انتم لازم يعني تحاولون بالاشتقاقات وتحاولون يعني تبدون بها وتخصوها للنهايه، لان اذا ما راح تضبطوها ما راح تقدرون تجاوبون حتى على الام سي كيو متعلقه بها او الاسئله القصيره او ترو فولس او مثلا ماتشنج كويستشنز، مثلا شلون تربط يعني تختار خيار من العمود اللي على اليسار وما يطابق بالعمود على اليمين. فإلى أن يعني يجي الشهر السابع يعني أنتم أكيد راح تكونون يعني قبلها ماخذين التطبيقات وعارفين شلون تمتحنون إلكترونيا. أنا بالنسبة لي أحتاج بعض الدرجات يعني أخلي لكم خلال هالفترة، مثلاً الدرجات تتعلق بكويزات نسوي لكم عن طريق جوجل كلاس روم نتفق عليها، مشاركاتكم اليومية يعني شك واحد يشارك. أعتقد صار قطع زوم اللي يمي، ماشي رجعنا. فأي مشاركة من عندكم يجوز أطلب من عندكم تقارير، كل هاي عليها درجات على مود تفيدكم في إعطاء درجة السعي. خلينا نبلش بالمحاضرة مالت اليوم. محاضرة اليوم هي مركبات معادلة الحركة. مثل ما قلنا وحكينا بداية المحاضرة انه عندنا يعني اشتقينا مجموعة من القوى، هذه القوى جميعها تساهم في حركة الغلاف الجوي، يعني حركة الهواء في الغلاف الجوي. اخذناها كل وحدة على يعني جهة، واخذناها بصيغ خلينا نقول فيكتوريال اللي هي بصيغ المتجهات. هسه اليوم ايش راح نسوي؟ هاي القوى راح نفسخها خلينا نقول يعني نحللها الى مركباتها بالاتجاهات x y z او i j k. نذكركم بالمعادله اللي اخذناها يعني بالبدايه بالكورس الاول اللي هي معادله الحركه. هاي معادله الحركه اللي هي تعجيل على جهة اليسار
التعجيل لما نضربه بالكتلة نحصل على القوة، لكن احنا مثل ما حكينا ناخذ لوحدة الكتلة فصار عندنا تعجيل. بالجهة اليمين الحد الأول أنا كتبت لكم هنا pressure gradient force، والتعجيل تعجيل أو قوة نفس الشيء، منقول تعجيل أو قوة. التعجيل المتعلق بانحدار الضغط، وثم الحد الثاني هو حد الجاذبية gravity، الحد الثالث هو حد الاحتكاك أو حد اللزوجة نفسه، الحد الرابع هو حد كوريوليس اللي أخذناه. شوف هاي كلها صيغ اتجاهية بالفكترز، أنا موجود الفكترز بالأعلى. والحد الأخير هو السنترفيوجال أكسيليريشن أو سنترفيوجال فورس، يعني القوة الطاردة. هاي القوة طبعا هاي المعادلة هي معادلة واحدة. شوف اللي فائدة المتجهات إنه تجمع لي جميع المعادلات ممكن تضغطها بمعادلة واحدة. كل من جي ستار، طبعا هنا الجي ستار يجوز شكلها مختلف بس هي نفسها، كل من جي ستار اللي هي الحد الثاني من جهة اليمين، وكذلك أوميجا سكوير آر كابيتال اللي هو القوة الطاردة، كل منهم يعني يعتمدان فقط على الموقع، يعتمدان فقط على الموقع، وطب تقريبا نفس الاتجاه يعني يكونن جزء متعاكسات، لكن هم نفس التوجيهية مالتهم. ممكن أن نجمعهم بمعادلة واحدة وباراميتر واحد نسميه جي بدون ستار، جي فيكتور. إذن راح نعوض عن جي ستار والأوميجا سكوير آر بجي، نحصل على معادلة 3-1. إذن هاي المعادلة الحركة للغلاف الجوي. شوف إيش قد بسيطة، لكن هاي لو نعرف إنه شنو تأثيرها وفائدتها يعني كبيرة جدا حتى بالتنبؤ عن الجو عدديا، لكن ما راح تكون بهالبساطة وإنما تتعقد، لأن كل مرة نضيف لها المساقط ونضيف لها نحولها إلى محاور كروية إلى آخره، بها تعقيدات. هسه راح نشوف بعض الأشياء يخص التعقيد مالتها. الآن راح نحلل هاي المعادلة إلى مركباتها الثلاثة بالاتجاهات X Y Z. ناخذ الحد الايسر هذا حد التعجيل، نقدر نكتبه دلالة المركبات مالته بدلالة i و j و k بالشكل التالي du over dt i. شوف دائما اكو i j k لما نحلل للاتجاهات الثلاث، i تعرفون باتجاه x والj باتجاه y والk باتجاه الرأسي او w. هاي نسميها وحدة متجه أو متجهات وحدة اللي هي تدل على الاتجاه لكن لا تؤثر على القيمة لأن قيمتها واحد. الحد الأول على اليسار مثل ما حكينا the pressure gradient force هو قوة انحدار الضغط. قوة انحدار الضغط يمكن من القوة المهمة جدا اللي تأثر على حركة الرياح. يعني أنتم تعرفون إذا مثلا أكو فرق ضغط خلينا نقول بين بغداد مثلا وعمان أو بغداد والقاهرة، إذا كان فرق الضغط كبير فهذا ايش راح يسبب؟ راح يسبب حركة كبيرة في سرعة الرياح، يعني قوة سرعة الرياح تشتد، ومعناه أكو شنو؟ أكو منخفض أو مرتفع جوي مؤثر نتيجة انحدار كبير في قوة الضغط. خلينا ننطي مثال آخر أنا منطيه سابقا، شلون يعني تصير حركة بسبب فرق الضغط. لو كان عندنا مثلا كرة قدم مليناها ظلينا نمليها هواء أكثر أكثر، يعني نزيد الضغط بالداخل، صار ضغط داخل الكرة أكبر بكثير من الضغط خارج الكرة،
فإذا ثقبناها مثلاً بسمار أو فتشي احتمال تنفجر، أو يعني نشوف الهواء يخرج إلى الخارج بسرعة كبيرة نتيجة فرق ضغط كبير. فرق الضغط الكبير راح يصير حركة للرياح باتجاه الخارج. أوكي، هاي قوة هذا الحاد راح نأخذه لمظلل، راح نحلله إلى المركبات الثلاثة بدلالة I, J, K. تعرفون هذا الديل P أو سمي gradient P المقلوب هو شنو؟ هذا نسميه معامل اشتقاقي اللي هو هذا partial P على partial X ومضروب بال I. أما الواحد عرو هذا موجودة ما لها علاقة بالديل P. إذن حللنا لحد الآن الحد الأيسر من معادلة الحركة والحد الأول من معادلة الحركة اللي على اليمين الخاص بانحدار الضغط. الآن نجي على الجرافيتي فورس، يعني اتجاهها واحد دائما، هي تتجه باتجاه رأسي بس باتجاه مركز كرة الأرض، الكرة الأرضية، فيكون إشارة سالبة يعني عكس الزد باتجاه ماينكس ماينس زد اللي هو ماينس كي، فهذا اتجاه واحد ما بيها يعني جي وكي او اي، لا اتجاه رأسي يعني فقط باتجاه كي موجودة لكن عكس كي، ولذلك تاخذ اشارة سالبة. قوة اللزوجة اخذنا عدة تعابير لقوة اللزوجة، بس اذا ترجعون للمعادلة المحاضرة مالت اللزوجة راح اكو هيجي حد اشتقنا فقط للإكس، لكن هو نفس هذا الحد ممكن نشتقه بنفس الطريقة المن نشتقه بالنسبة للجي والكي، فنحصل على هاي معادلة اللزوجة أو معادلة الاحتكاك. هو الاحتكاك إيش وقت نسميه لزوجة؟ لما يكون الاحتكاك بين جزيئات المائع اللي هو الهواء عندنا، الاحتكاك بين جزيئات المائع نفسه نسميه لزوجة. والمائع يا أما سائل يا أما غاز، احنا نتكلم غازات عندنا اللي هو الهواء. الآن كوريوليس فورس، طبعا كوريوليس فورس من قوة ظاهرية بمعنى أنه هي ليست قوة ناشئة من تأثير التفاعل بين جسمين مثلا، وإنما تنشأ بسبب حركة الأرض. والاشتقاق مالتها معقد، احنا أخذناها بشكل مبسط، لكن على العموم هذا الحد مالته اللي هو فيكتوريال مثل ما قلنا اتجاهي ممكن نكتبه على شكل ديترمينانت يعني محددة اللي هي بدلالة I, J, K، وهنا 0 كوساين فاي ساين فاي و U, V, W. ال U, V, W خاصة بهاي المتجه السرعة 2 أوميجا برا، وهذا الكروس برودكت هو يسوي لنا هاي المحددة. طلاب أكو أحد عنده سؤال لحد الآن؟ على كل حال اللي عنده سؤال يقدر يتوجه به. خلي أذكركم هاي، خليت بالمحاضرة السابقة أو خلينا نأخذ هاي المعادلة بالبداية، نفس هاي المعادلة هسه إذا نريد نفكها نكتب على شكل معادلة المحدد هذا، نكتب على شكل معادلة بدلالة I و J و K، نستخدم طريقة أنتم تعرفوها بالرياضيات. شون هاي الطريقة؟ هي هاي المحددة، يعني تغطون أول صف اللي هو I, J, K، وأول عمود اللي هو I, 0, U، وتضربون الكوساين فاي بالدبليو ناقص الفي في الساين، فنحصل هاي العلاقة. طبعا ندخل 2 ناقص 2 أوميجا دخلها حصلنا على هذا الحد الأول اللي خاص بالآي. إذا هسه نغطي
العمود الخاص بالجي وال يعني الصف الخاص بالاي جي كي. ايضا المفروض نضرب الزيرو بالدبليو واليو بالهاي، لكن بحاله الجي يصير المعكوس، يعني نضرب الساين فاي في اليو ناقصا الزيرو في الدبليو فقط بحاله الجي. ومن ثم طبعا هنا يشوفوا اكو حد اختفى لان ضربناه بالصفر، كذلك بحاله الكي نغطي هذا الكي العمود والصف ونضرب صفر في في ناقصا اليو في الكوسين، حصلنا هذا الحد. هو المفروض ناقص بس شلون صار زائد؟ لانه انضرب بهذا الناقص. طلاب حالوا سووها هاي الشغله بديكم. داينامكس مهم جدا مهم جدا، واكيد اللي يدرس ماجستير ودكتوراه يعني تمر عليه هاي المعادلات. وكذلك السنه القادمه بالتنبؤات العدديه انتم راح تعتمدون على الداينامكس. لحظه اكو احد يمكن رافع ايده في اللحظه. اللي رافع ايده خلي يسأل. طلاب منو؟ اكو حد عنده سؤال؟ ما اعرف. صوت ناصي بنين تقول الصوت ناصي. ماشي هسه راح اعلي الصوت. ايش اعيد سجود؟ شنو اللي اعيده؟ طلاب تقدرون تفتحون الصوت وتحجون اللي عنده سؤال. دكتور يعني هاي المعادلات مطلوبة على شكل اشتقاق؟ لا، هو بالنسبة إذا وقع الوضع على الحال الآن أكيد ماكو اشتقاقات، وهو هذا على الأغلب. لكن أنتوا إذا ما اشتقيتوها بديكم بالامتحان ما راح تقدرون تجاوبون، لأنه الأسئلة تجي يعني من بين السطور. يعني شلون أنا أجيب لكم أسئلة متنوعة، يعني تعتمد على فهمكم للاشتقاقات. هي الاشتقاقات سهلة وعددها قليل، عددها قليل، يعني لا تخافون من عدها. هسه أنتوا وصلنا لهاي المعادلة. من سألني بالله العفو؟ أني سهاد. سهاد، هاي سجلت سهاد. أوكي. طلاب إذا تتذكرون المعادلة المحاضرة السابقة الكوريوليس فورس، لما افترضنا أن الطرد يتجه باتجاه الشرق، يعني أخذنا فد حالة خاصة من حركة الطرد وشفنا كوريوليس شلون يصير، يعني المعادلة مالتها. إذا تتذكرون هذا الرسم كان موجود، وقلنا بوقتها أنه حصلنا مركبتين، واحدة باتجاه V هاي اللي موجودة جاي أشر عليها، ومركبة باتجاه W هاي باتجاه W وهاي باتجاه ال V باتجاه الجنوب. يعني إذا تحرك طرد
خلينا نقول من هذا المكان باتجاه الشرق باتجاه X راح تكون قوة كورياليس باتجاه الجنوب وباتجاه الرأسي الأعلى. وبعدين قلنا أنه يعني أثبتنا من خلال يعني تقدير قيم أنه المركبة اللي باتجاه الجنوب اللي هي ناقص 2 أوميجا يو ساين فاي هي أكبر بكثير من المركبة الرأسية من خلال تعويض القيم. أوكي؟ فش تكون؟ تكون هاي المركبة باتجاه الجنوب هي الطاغية. وبعدين افترضنا انه حالة اخرى يعني انا ما جايبها لكم انه الطرد يتحرك من القطب الشمالي باتجاه خط الاستواء يعني مع اتجاه الواي. ف يعني لاحظنا من خلال قانون حفظ الزخم الى اخره انه راح يكون الطرد يتجه باتجاه اليمين. وهي هاي تعريف قوة كورياليس هي القوة التي تعمل على حرف الرياح باتجاه اليمين في نصف الكرة الشمالي وباتجاه اليسار أو باتجاه الغرب، اثنينهم باتجاه الغرب راح يصيرون في نصف الكرة الجنوبي. بس أريد هسه الصوت واضح طلاب؟ ماكو جواب؟ اي واضح دكتور واضح. جيد جيد شكرا. إذن هاي اللي هي هاي مركبات كورياليس. شو معنى مركبات؟ المركبة إنه معناه فيكتور عندي يعني متجه وأحلله باتجاه I و J و K أو X Y Z. هاي المركبات باتجاه X Y Z هي هاي يعني هي هاي الحدود اللي باتجاه X Y Z هي نسميها مركبات. خلي تكون واضحة شنو معنى مركبات وشنو معنى إنه فيكتور. فيكتور هذا فيكتور، المركبات هاي اللي على جهة اليمين. الآن اللي سويناه شنو؟ هذا معادلة التعجيل طرف الأيسر، هنا قوة انحدار الضغط، قوة الجاذبية، قوة الاحتكاك أو اللزوجة، وقوة كورياليس. طبعا ربما واحد يسأل يقول لعد وين القوة الطاردة؟ مو قلنا القوة الطاردة دمجناها ويا الجرافيتي ويا الجاذبية فهي صارت معادلة C. هسه هاي جميع المعادلات A B 2 E راح نرجع وين نخليها؟ نخليها بالمعادلة هاي اللي بالبداية معادلة الحركة. شوفوا هنا كلها فيكتورز، طبعا هذا فيكتور هو معامل اتجاهي، هذا فيكتور فيكتور، راح نجيبها بدلالة المركبات تصير عندنا فد معادلة طويلة. هاي حد التعجيل هذا الخاص بالانحدار الضغط، قوة الجاذبية، وهنا ثلاث حدود اللي هي خاصة باللزوجة، وهاي الثلاث حدود خاصة بقوة كورياليس. شوف صارت معادلة طويلة كتبناها بأربع أسطر. الآن اللي راح أسويه شنو؟ شكو شيء بي آي مثل هذا الحد هذا الحد هذا الحد هذا الحد كله أخليه بمعادلة واحدة، هذا بس أول حدين يعني. صارت عندي هاي المعادلة. بعدين أجيب شكو شيء بي جي، اوكي، ايضا اخلي وهذا الحد، حصلت على المعادله الثانيه. وبعدين شكو شيء باتجاه كي، طبعا هنا راح تدخل عندنا جي كي ايضا. ياسر ليش متاخر؟ على كل حال حصلنا على هاي العلاقه. انا هسه اسالكم سؤال طلابي، ليش ما عندي بهاي المعادلات I و J و K؟ وين راحت؟ هسه هنا ماكو لا I ولا J ولا K. منو راح يجاوبني؟ دكتور قيمتها واحد فما تنكتب؟ لا
منو يعرف ليش رفعنا الاي والجي؟ هي صح قيمته واحد بس هي تمثل اتجاه، ما يصير انت دكتور مو الاكس والواي والزت موجود مكان جمال. والله جمال جاوبني، اكس واي زت هي تمثل اتجاهات مكان الاي والجي والكي. جيد، هسه انا راح اسجل محمد الباقر وجمال اكو مشاركه لهم. اوكي سهاد دكتور قولي المعادله الاولى مال اكس دايركشن اي ورا القوس مو هي سالب 2 اوميجا؟ هاي اي يعني بالقانون هي كان سالب 2 اوميجا. هل نتاكد من عندها اللي هو يا حد مال كوريوليس هذا؟ ايه المفروض سالب موجب. يعني الثاني يصير موجب الكوسان يصير سالب. ماشي فد لحظه خلينا نتاكد من هاي المعادله نفسها فوق ناقص ايش قلنا يا حد هو ناقص 2 اوميجا دبليو اذا هو جاي نفسه جاي سالب صح هذا المفروض سالب وهنايا موجب اذا ندخل هذا السالب على السالب يصير موجب. جيد هاي هسه حاليا يعني هو صح انه هاي المفروض سالب وهاي موجب بس هم تأكدوا انا هم لازم اتأكد. اذا طلاب هاي سالبة وهاي موجبة هذا الحد سالب وهذا موجب. جيد فرح محدي اوكي طلاب جمال انطى اجابة صحيحة قلنا ليش الاي والجي والكي ما موجودة؟ قال لان اصلا احنا حددنا انه قلنا هاي باتجاه اكس وهنا كاتبين اكس دايركشن وهاي احنا قلنا هي باتجاه جي يعني كلها اخذناها باتجاه جي او باتجاه واي كتبناها بعد ماكو داعي نبقي لان كل الحدود صارت باتجاه جي اذا بعد شكو داعي اقول جي وهي مبينه من الفي على الدي تي في باتجاه جي. اوكي طلاب يعني احنا الداينامكس فد علم دقيق يعني مو ترهيم يعني لازم كل شيء الى اساس علمي. اذا هذا السؤال why we remove ijk from the last three equations جاوبنا قد يجي بالامتحان. هسه واحد يقول هاي المعادلات تجي او ما تجي اشرح بالامتحان اكو فد طريقة احد الاسئلة يعني اقدر ارفق ويا صورة فاجيب لكم صورة مثل هاي المعادلات ما اكتب اكس واي وجي او اكتبها ايه ما اكتبها واقول لكم وين راحت الاي والجي والكي لازم انتم تجاوبون شلون الجواب اللي هسه جاوبته اني او جاوبه جمال انه تقولون هذا هو باتجاه اكس اصلا وهذا واي وهذا زد اذا ماكو داعي نكتب الاي والجي والكي. هسه فد موضوع مهم ايضا وإلى علاقه كذلك بموضوع التنبؤ العددي. تعرفون انه التنبؤ العددي عن الجو او عن الطقس صار الى دقه عاليه جدا يعني انتم كلكم بتلفوناتكم او تستمعون النشرات الجويه تشوفون اكو دقه عاليه بالتنبؤات. لحد قبل عدة سنوات كان من الصعب جدا مثلا التنبؤ بالترسبات، الترسبات جدا صعب لأن ممكن تقول أكو منخفض جوي وأكو غيوم يعني الجو كله ملبد بالغيوم ومن الغيوم النوع المطر لكن ما يصير مطر أو يصير لكن بفضل التنبؤ العددي ودينامكس الغلاف الجوي قدروا يستخدمون هاي المعادلات. هاي شوف ايش قد بسيطة لكن تتطور ماكو غيرها. هاي كلها هي اللي جاية من
قانون نيوتن الثاني ومعادلة الحالة والقانون الأول للثيرمودينامكس وغيرها، ماكو غيرها، هي هاي سبع معادلات بسبع مجاهيل وماكو غيرها، هي تستخدم لكن تطور وندخل عليها في طرق نمذجة عددية وتحل، تحل عدديا ما تنحل. هاي شوف كلها معادلات تفاضلية يجب أن تكامل، التكامل هو حل لكن احنا ما نقدر نحلها بطرق التكامل اللي درستوها انت في الرياضيات اللي هي يسموها الحلول التحليلية، اكو عدة طرق للتكامل، لا هنا ما تنحل الا بطريقة عددية لان معادلات معقدة. وكذلك الحل التحليلي غير مفيد لان صعب المسألة، فنتجه الى الحلول العددية المفروض تاخذوها بالمرحلة الرابعة اللي هسه راح ناخذ the order of magnitude or scale analysis، يسموها رتبة القيمة او تحليل خلينا نقول المقياسي. انتم تعرفون اكو مقاييس مثلا الجلوبال والسينوبتيك والميزو والمايكرو، هسه راح نشوف to assess which terms لتخمين اي حدود كان بي نيجلكتد يمكن اهمالها. منين اهمالها؟ من هاي المعادلات، لان هاي المعادلات بهاي الصورة تعتبر معقدة جدا لما تنحل بالحاسب. نحن نستخدم رتبة القيمة، طريقة رتبة القيمة لكل المتغيرات والاحداثيات في المعادلات. شنو المتغيرات؟ مثلا هاي نجي اكو يو اكو تي متغير بي X, Z, Rho, U، هاي متغيرات وأكو حتى بعضها ثوابت، المهم إحنا اللي يهمنا المتغيرات. إذا أخذنا مقياس سينوبتيك، انتبهوا على هاي راح أخليها بولد سينوبتيك سكيل. شنو المقياس السينوبتيكي؟ أريد واحد من عندكم يجاوبني أنطي درجة. أكو حد يجاوبني شنو السينوبتيك سكيل؟ طلاب يسمعوني؟ لو أنا حدد أديان أديان موجودة؟ بنين اللي موجود يجاوب. دكتور قياس الضغط يعني؟ لا لا فد لحظة خلانا اسأل. هاجر موجودة؟ كرار علي ماكو. خالد عجاج دكتور سينوبتيك مو علمي؟ من انت؟ خالد. خالد ايه جاوبني خالد. سينوبتيك شنو اسكيل؟ دكتور ما اعرف بس يعني بها شيء علمي يعني سينوبتيك اعتقد علمي. مي؟ علمي شنو؟ علمي؟ شنو مي؟ دكتور دراسة علمية او هيك شيء؟ لا 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 لا. محمد الباقر جاوبني. شنو سينوبتيك؟ هو مقياس ضغط الجوي. لا اعتقد. لا. لا لا سهاد يعني هو المقياس من غير اتجاهات؟ لا عيني لا. سجود هو المقياس يعني يقيس العاصيع يعني شلون؟ زين اللي يعرف خلي من يم يجاوب، ما ظهر انتم ما ماخذين هو نفس البارومتر يعني. اذن طلاب شوفوا انتم لانه يعني هذا الموضوع تاخذوه ماخذينه بالمرحله الاولى المفروض، والمفروض ماخذيه بالطبقات المحادده. شوفوا طلاب اكو عده مقاييس في قياس الظواهر الجويه، مثلا
خلي نجي من الأصغر باتجاه الأكبر. لو نريد مثلا يعني نتكلم عن ظاهرة الزوابع الرعدية، هاي الزوابع الرعدية تصير منطقة صغيرة وتصير من غيمة واحدة اللي هي السي بي، تكون يعني صغيرة نوعا ما بحدود كيلو أو كيلوين يعني مربعة. هذا المقياس نسميه المايكرو سكيل، يعني المقياس الدقيق. أو مثلا حتى مثلا نريد ندرس ظاهرة الدخان المتصاعد من سيجارة مثلا جيجارة، هذا كله مايكرو سكيل. الطبقات المحددة كل حكيها ضمن المايكرو سكيل، لأن تحكي عن ظاهرة موجودة بمنطقة معينة. خلنا نأخذ هسه مقياس أكبر نسميه ميزو سكيل. هذا المقياس وين يشتغل؟ المقياس يشتغل على مثلا نسيم البر والبحر، يعني بحدود 20-30 كيلو متر. وعندنا مقياس يجي بعدين السانوبتيك سكيل، هاي لما نتكلم عن اعاصير او منخفض جوي او مرتفع جوي، جبهة، هذا من مئات الكيلومترات الى الاف الكيلومترات. حتى زمنيا هو يكون عدة ايام، في حين الميزو سكيل يعني يوم او جزء من اليوم، والمايكرو قد تكون حتى لحظات او ساعات. اكو اكبر من السانوبتيك سكيل اللي هو جلوبال سكيل، يعني يمتد على كل الكرة الارضية او نصفها، مثلا ظاهرة النينو واللانينا، او مثلا منخفض المونسون الموسمي، يعني اللي هو بالهند ويوصل للولايات المتحدة الامريكية. فاحنا هاي سانوبتيك سكيل اكثر الظواهر الجوية بالسانوبتيك سكيل، يعني يكون من عدة مئات كيلومترات الى الاف الكيلومترات، ومن ناحية الزمنية عدة أيام. شوفوا هاي المتغيرات الموجودة بالمعادلات السابقة الثلاثة الأخيرة باتجاه X Y Z، نقدر نعطيها في قيم تقريبية، قيم تقريبية يعني الأقرب 10 نحاول نسويها، وبعدين نعوضها هاي القيم نفس هاي المعادلات، ونشوف يا حد يكون كلش أكبر من البقية، أو منو الحد اللي كلش صغير بحيث ممكن نحذفه مقارنة مع هاي الحدود الأخرى. زين، ليش نحذف حدود؟ يعني إحنا ليش خوبا نبقيها الحدود كلها؟ السبب إنه على مود نقلل من الصعوبة مالت الحل. ماشي؟ هذا قد يجي سؤال في الامتحان. سرعة الرياح إيش قد تقريبا؟ ممكن تكون 5-6-7-8 انطيها 10 متر على ثانية. السرعة الرئيسية تكون كلش قليلة، إذا تعرفون أنه 1% من المتر على الثانية. القطر مالت المسافة الأفقية مال منخفض جوي مثلا علي وليد، يعني المسافة الأفقية أو القطر خلينا نقول مال المنخفض الجوي 1000 كيلومتر ننطيه، هذا 1000 كيلومتر. يعني إحنا دائما حول المتر نستخدم وحدات متر ثانية، كيلوغرام متر ثانية 10^6. ال H يعني يطلع الحساب، يعني يطلع عيني دكتور دعت تفصل عندي المحاضرة، يعني لو الحالة يطلع ماشي. يلا الانترنت شوي ضعيف عندك، انا هم فصل عندي ورجع. المسافة الرئيسية بحدود يعني 10,000 متر، اوكي 10 كيلومتر، اللي هي من جاي 10 كيلومتر، اللي هو تقريبا ارتفاع طبقة التروبوسفير تقريبا. هنا فرق الضغط ايش قد بين مثلا بغداد والقاهرة؟ خلينا نقول 10 ملي بار، اللي هي الملي بار هو هكتو باسكال، والهكتو معناه 100. الهكتو H، هذا ال H معناه 100، هكتو باسكال يعني 100 باسكال. فإذا هي 10 باسكال راح تصير 1000 باسكال. باسكال هي يعني وحدة الضغط. الرول كثافة هي 1.23 أو هيك شيء،
نقول 1 كيلوغرام على متر تكعيب. طلاب من يعرف ايش قد كثافة المي؟ هسه الهواء 1، المي ايش قد؟ ما حد يعرف؟ لو 1.3 لو 3.1 لو 2 غلط. نو 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 ألف. من قال ألف؟ أني فرح. فرح. ألف كيلوغرام بالمتر المكعب. ألف كيلوغرام. يعني هسه إذا تصعد للتانك مالتكم إذا يأخذ يعني المي إذا خلينا نقول حجم متر مكعب راح تقيس الوزن مالته يطلع ألف كيلوغرام. المي ثقيل. الزمن اللي هو طبعا تعرفون الزمن هو المسافة على السرعة، 1 يوم. يعني مثلا منخفض يجي يدخل العراق خلال يوم واحد يعني 10^5 ثانية. الزوجة هذا عندنا معامل للزوجة معروف. الأوميجا اللي هي السرعة الزاوية للأرض هي 7^10^5 على ثانية، يعني هيرتز كأنما 1/ثانية. واللاتيتيود احنا عندنا اللاتيتيود يعني خط العرض يبدأ من 0 to 90 او من 0 to -90 باتجاه الجنوب. ناخذ الوسط 45. والار هي المسافة من محور الارض، هاي مو نصف القطر مالت الارض، اكو مسافة يعني ما ادري عندنا رسم او ما عندنا. هاي المسافة تلاحظون هذا محور الأرض وبين الطرد والمحور، هاي R capital. تقريبا 3000 كيلومتر أو 3^10^6 متر، يعني 3 ملايين متر. هسه من نعوض هاي القيم، جربوها أنتم بنفسكم نتعوضوها هنا، راح تشوفون اكو حدود كلش صغيره قياسا بالاخرى. نحذف الحدود الصغيره، شوف هاي المعادله الاولى ايش راح يبقى من عندها. هاي المعادله طبعا عندكم هنا قوه كوريوليس مو ذاك التاثير القوي، واللزوجه بين الهواء يعني احتكاك بين الهواء كلش ضعيف تعرفون ايش راح يبقى، او يمكن نبقيها هسه راح نشوف. تبقى عندنا هاي ثلاث حدود، خلينا نشوف ايش راح يبقى. ها قبل ان ناخذ المعادلات اذا نعوض هاي القيم راح نشوف هاي وين موجوده. الحد اللي على اليسار 10^-4 متر على ثانيه تربيع، اذا يبقى نوعا ما كبير 10^-4. حد الضغط 10^-3 يبقى كبير نوعا ما. اللزوجة 10^-12 كلش صغير هذا ينحذف. ماركوريوليس هذا تبقى يعني صغيرة نوعا ما، وهاي هاي كبيرة وهاي صغيرة. خلينا نشوف ايش راح يصير المعادلات اذا خلينا. طبعا هنا عدة نفس تأكيد كلامي انه اكو بعض الحدود جدا صغيرة مقارنة بالاخرى. راح نشوف المعادلة الاولى منو اللي راح يبقى بيها. يبقى هذا الحد اللي هو تقريبا الرتبة مالته 10^-4 وهذا 10^-3 وهذا 10^-3 فيبقون. شوف هاي العلاقة راح هواية تمر عليكم دراستكم، هاي نسميها علاقة يعني الريح شبه جيوستروفيكية أو المعادلة شبه جيوستروفيكية. ليش شبه جيوستروفيكية؟ إذا يعني إذا هذا صفر شو راح يصير؟ هذا ينتقل لهذا الطرف، راح يصير تساوي بين قوة انحدار الضغط وقوة كوريوليس، وعندها نسمي هذا التوازن الجيوستروفيكي. لكن بما أن التعجيل مو صفر إذن شبه جيوستروفيكي وليست جيوستروفيكي. هاي باتجاه X، باتجاه Y نفس الشيء، باتجاه Z إيش راح يبقى عندنا؟
يبقى عندنا بارشيال بي على بارشيال زد إيكوال ماينس رو جي. منو يعرف هاي المعادلة شو نسميها؟ مكتوبة معادلة الهيدروستاتيك. معادلة الهيدروستاتيك شنو معناها؟ معناها الطرد الهواء اللي موجود بالجو يكون في حالة توازن بين انحدار الضغط باتجاه الأعلى. تعرفون الضغط قرب سطح الأرض كبير، باتجاه الأعلى يكون شنو صغير، فيصير توازن. والجاذبية باتجاه الأسفل. احنا بس خلي إذا سمعوني بس خلي أخذ يعني أصور الحضور. طلاب راح أصيح أسماء، اللي يسمع يقول نعم. أديان، علي وليد، بنين. نعم دكتور. نعم دكتور. منو أنت؟ أنا علي وليد موجود. علي وليد موجود. فرح. نعم. أديان. أديان ماكو. أديان ماكو. علي وليد صحنا. دعاء. دعاء يوسف. هاجر. جمال. كرار علي. منو كرار بصراوي؟ نفسك. منو انت؟ كرار عبد الزهرة دكتور. كرار بصراوي يعني جمال. كرار عبد الزهرة. جمال موجود؟ جيد، اثنينكم موجودين. دكتور موجود. زين. محمد الباقر موجود؟ نعم موجود. نوار موجودة؟ جيد جيد جيد. خاف ينفصل وهي المحاضرة بقي بها سطرين ثلاثة. المهم رفل. نعم موجودة. سهاد موجودة. ياسر. ياسر أكيد. نعم دكتور موجود. موجود؟ نعم موجود. جيد. إيش عجل. والله إسراء رشيد. نعم دكتور موجودة. إسراء جيد. آمنة ماجد. آية عماد. تقى. نعم دكتور موجودة. منو؟ آية عماد. نعم دكتور موجودة. أنا تقى. منو الثانية؟ آمنة ماجد. اللي يقول موجود ينطي اسمه. آمنة ماجد تقى ما موجودين؟ دكتور كرار علي دز لك رسالة قال لك أنا موجود، وأديانهم كذلك هم دزت لك رسالة. هسه راح نشوف الرسالة. المهم حيدر موجودة. هياني. منو؟ هياني. أنا أعرف صوتك ما أشوف صورتك. تقى محمد. يلا. رامي. نعم دكتور موجود. سامر. سبع. نعم دكتور. منو؟ نعم دكتور. اسمك اسمك. سامر موجود. سبع موجود. سامر. نعم. فاطمة طالب. بعد منو ما صحنا اسمه؟ خلي محمد عبد الرحمن. اوكي.
نرجع للمحاضرة. طلاب دكتور منو؟ حيدر سلام ما دعيت اسمي. حيدر رايت شي يعني؟ هاي حضور اوكي. دكتوري هو مصرح اسمي. شو اسمك؟ سجود. سجود نعم سجود موجودة صح. دكتور راني هم بنين. بنين بنين لا صحنا اسمك مسجل يمك صح انت جاوبتين. ها تمام دكتور. هسه طلاب خلي نكمل اللي يعني موجود ما يقدر يحكي كذا خلي يكتب لي بالهاي بالشات حالا هسه يعني مو ورا المحاضرة. المهم طلاب فهاي معادلة الهيدروستاتيك هاي التوازن باتجاه رأسي بين قوة الجاذبية وانحدار الضغط الرأسي وهاي ممكن تكون هي التوازن بين قوة كوريوليس وقوة بين قوة كوريوليس وقوة انحدار الضغط. هاي وين تصير تتطبق طلاب؟ كل ما ابتعدنا عن الاحتكاك كل ما ابتعدنا عن سطح الأرض راح هاي القوة تساوي هاي القوة وعندها نحصل على سميه توازن الجيوستروفيك. على كل حال أول معادلتين تسمى معادلات شبه جيوستروفيكية أما المعادلة الأخيرة هي معادلة الهيدروستاتيك. معادلة الهيدروستاتيك تعبر عن توازن بين الجاذبية المؤثرة باتجاه الأسفل والمركبة الرئيسية للضغط اللي تتجه باتجاه الأعلى. طبعا انحدار الضغط عندنا نوعين أفقي ورأسي. هذا النظام من المعادلات يستخدم في تحليل المسائل الديناميكية. يعني نشير إلى أنه هاي المعادلات مهمة جدا جدا. يعني أنا أتمنى الطالب يحفظها مو يعني يحفظها شلون يحفظ اسمه. إذا قدر يحفظها ويفهمها يعني افتهم نص الداينامكس. وهذا راح هسه أريد أكد على شغلتين. الشغلة الأولى أنه الأسبوع القادم قبل المحاضرة راح أهيئ لكم أسئلة مكتوبة أوكي من النمط اللي قد يجي بالامتحانات عن المحاضرات 1 و2 و3 اللي هاي مالت الكورس الثاني. أسوي لكم فد أسئلة معينة وباقي الأسئلة يعني مو كل شيء أنطيكم باقي الأسئلة أنتوا لازم من خلال المحاضرات تسمعوا لها أو من خلال معرفتكم بالاشتقاقات راح تعرفون تجاوبوها. ما راح نقدر نجيب لكم اشتقاق ولكن فهمكم الاشتقاقات وكذلك التعاريف وغيرها والرسومات لازم أنتوا تتقنوها على ما تقدرون تجاوبون الأسئلة. هسه طلاب يعني اللي عنده سؤال خلي يسأل. أكو حد عنده سؤال طلاب؟ دكتور يعني شنو أسئلة؟ يعني شلون؟ هسه عندكم أسئلة على المحاضرة؟ لا على المحاضرة. أنت تسألين على الأسئلة اللي راح تجي بالامتحان؟ إيه. أكو إيه. عدة أنواع، أكو MCQ يعني multiple choice questions وأكو أسئلة يعني يسموها short answer مثلا تجاوبون بالكلام أو على شكل مقال يعني مثلا تعريف كامل. ممكن أكو فد يعني يظهر لكم فد مربع نص وتكتبون الإجابة به. وأكو أسئلة true false. أكو أسئلة مثلا matching يعني توصلون بين العمود الأيسر والعمود الأيمن تشوفون منه الإجابة التطابق الإجابات. بعد شنو ممكن الأسئلة يعني اللي ممكن تكون إلكترونية أوكي. منو هسه اللي سألني؟
ألو طلاب من اللي يسمعني؟ نعم دكتور اسمع. منو بعد عنده سؤال؟ أنا نصيحتي لكم طلاب إنه أنتوا ابتداء من اليوم أو جزء أنتوا بادين أي محاضرة تأخذوها شو تسوون شلون تقروها؟ تقروها بالشكل التالي إنه تخلوها قدامكم تبدون تقرون تجرون يعني يعني تصير محاضرة تفاعلية انتراكتيف تستخدمون ألوان هايلايت أو قلم رصاص تجرون خطوط تتوقعون أي سؤال ممكن يجي من خلال المحاضرات إذا الأستاذ منطيكم أسئلة يعني عينات أو ممتحنكم هذا هم مفيد لكن أنتم شو تسوون تحاولون أي محاضرة حاولوا بنفس اليوم تقروها جرون خطوط تكتبون فد ملاحظات إيش تذكرون من الأستاذ كل هاي الملاحظات واللي تكتب خاصة قلم رصاص راح تكون كلش مفيدة لكم أولا تفهمون ثانيا سهل عليكم عملية الامتحان أكو سؤال بعد يلا إذا ماكو سؤال أنا أشكركم ونشوفكم الأسبوع القادم مع السلامة